للمزيد أيضا من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من بغداد الأستاذ محمد السعدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. ما هو تعليقك على هذا الانفجار وهذه الغارة، وما هي الدوافع المحتملة وراء استهداف هذه القاعدة، قاعدة كالسو بمحافظة بابل، بهذه الغارة الجوية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. حقيقة للمرة الثانية يتم اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الإسرائيلي ومرة من قبل الطيران الأمريكي. المرة الأولى باستهداف الجمهورية الإسلامية من خلال الطائرات F-16 والتي اخترقت الأجواء العراقية يوم أمس الأول وضربت في محافظة واسط وسقطت بعضها في تحديدا في ناحية العجيزية. هذا الوضع الأول. الوضع الثاني اللي جرى قبل قليل هو استهداف للقاعدة العسكرية في المسيب في محافظة بابل، في تحديدا في المسيب، والتي راح يعني ذهب خسائرها خسائر مادية دون خسائر بشرية، يعني جريح أو جريحين لدينا من قوات الحشد الشعبي. اليوم لدينا استهداف في جنوب بغداد، كذلك في منطقة المدائن، تحديدا منطقة المدائن تم استهداف معسكر آخر للحشد الشعبي. كل هذا يدخل ضمن إطار الحرب التي حقيقة كانت العراق جزء من ساحتها، ونعرف جيدا وتحديدا موقف العراق المبدئي من القضية الفلسطينية وتحديدا من المعاناة التي يعيشها أهلنا في غزة. ذلك اليوم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبلها إسرائيل عازمة على محاولة جر المنطقة إلى حرب شاملة تشترك فيها كل الأطراف. ذلك اليوم العراق أعلن رسميا من خلال لقائه سيد رئيس الوزراء في لقائه مع بايدن، أعلن موقف العراق الصريح في رفض أي استخدام لأرض العراق وأجوائه في استهداف أي جار من جيران العراق أو محاولة استغلال أرضه باستهداف دولة ما، وأعلن ذلك. لذلك اليوم مثل هذا الاستهداف وتحديدا مع وجود سيد رئيس الوزراء في واشنطن، أعتقد موقف سلبي من الولايات المتحدة أن يتم استهداف بلد ورئيس وزرائه ضيف ما زال ضيف عنده. طيب أستاذ محمد، يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الغارة على الوضع الأمني في المحافظة وعلى العراق بشكل عام؟ أعتقد أن الوضع الرسمي للدولة العراقية، الدولة العراقية تريد التهدئة، تريد أن يبقى العراق مستقرا هادئا، لأن باستقرار العراق سوف تستقر المنطقة. ولكن لدينا فصائل هي لا تخضع لقرارات الحكومة الاتحادية، تعمل بما يمليه عليه ضميرها تجاه القضية الأم وهي القضية الفلسطينية. لذلك تكون موقفها السياسي وموقفها العسكري نابع من التزامها تجاه هذه القضية، ومن ضمن هي محور المقاومة في المنطقة. لذلك أعتقد أن الأجواء ربما سوف تكون تصعيدية خلال الفترة القادمة، خصوصا من هذه الفصائل التي أعلنت موقفها الثابت في الوقوف ضد الغطرسة الأمريكية ومن قبلها الإسرائيليين. أعتقد أن الأمور غير منضبطة خلال المرحلة القادمة، وتحديدا من قبل للأسف من قبل الوجود الأمريكي. نعم، كنت معنا من بغداد الأستاذ محمد السعدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.